هسوي لك ريو. كيفك؟ سمعي مريم، ايدش انت وامل وخلود تروحوا بيت ابو سامي عسى بنخطب فايزة. اسفة ما قف في الشبر، وفايزة ما جاي تتزوجها لاني ما موافقة، سمعتني؟ ويوم انك عاد ما تبغى بنات خالتك في الخوض ولا بنات عمتك، ها؟ شوف لك وحدة من الحارة الله يخليها، شبارك الله شحالاتن، قول اي وحدة تبغى وانا اصير اخطبها. بس طارق يحب فايزة من زمان، بعدين ما ذنبها انها تزوجت وطلقت، هذا نصيبها. انا اقول هذا السوس والبلا من تحت راسك انت، انا شوف هذه النظرات اكيد وراكم شيء، لكن سمعيني انا ما ممكن اني انا وافق اخوي يتزوج وحده مطلقه عسى يربي لها ولدها. بس فايزه معاشها يكفيها وتقدر تربي ولدها. سمع مريم، انا احب فايزه وما يهمني هي مطلقه وعندها ولد، وانا كلمت ابو سامي وسامي وكلهم موافقين. كيف ما يوافقوا؟ لازم يا حبيبي بوافقوا، لانك 24 ساعه عايش ببيتهم وتصرف عليهم وعلى اخوهم سامي. الا ما يوافقوا عقب. عقب اسمعني، نوبه خميس ما موافق. انا ما تهمني موافقه خميس، انت اختي الكبيره مثل امي والمفروض فرحه لزواجي. عقب نوبه انت اخوي وحيدي وتهمني مصلحتك. ليش ما تروحي تخطبيها؟ ما انتي صديقتها؟ انا ايه ذنبي؟ انا ايه ذنبي؟ انا فتن المنديل هالبمبي. انا ايه ذنبي؟ انا ايه ذنبي؟ انا فتن المنديل هالبمبي. انا ايه ذنبي؟ انا ايه ذنبي؟ حدفت المنديل هالبمبي. انا ايه ذنبي؟ انا ايه ذنبي؟ حدفت المنديل هالبمبي. والملاحة والملاحة وحبيبتي لابسة التر. ماشي يا حرمة، خلينا تابع مسلسل مو فيش. انزين تعشى وشوف اخبار العالم، انا وحدي مليت من الاخبار غصب يعني. اقول الحق؟ نعم. سمعت من قم انك ناوي تتزوج؟ ايه نعم، ما دام انت وسلامه مصيات اللي قتال. انا صراحه ناوي اشتري بيت في الخوير واتزوج وابتعد عنك وافتك. نعم والله ما مني انا، من ذيك سلامه ابو ما فيه ادب ادب هنا. اقول حفيظه اتخليني اتعشى ولا مو، ولا اروح عند بيت جمعه ود عمي واتعشى بهدوء. عبوي تعشى وانا بسكت ما بتكلم. تعشى حسبت نعم حسبت ياها تعشى نعم كذا كذا. واش انتي البيت ما حلو بدونش والله. هين حمود جايب ياش؟ هنا
انا تعبانه وما قادره اتكلم. معلش ابوي سلام يرجع. خلاص بنتكلم بعدين. خلود حسن تفضل بعد شوي. بس اشرب لك شيء. ايوه معلم ابراهيم، ايوه اذبح ديك رمادي واطير ريشه في المقبره وادفن الراس قرب باب بيته. حاضر حاضر، بس انت تعرف شروطي، ما اريد الحاج يتزوج مره ثالثه. هي نعم، وهي ما اريدها تجيب اولاد. هيوا عندها ثلاث بنات، اي اسمها سلامه بنت زينب. ما تذكر واحدة اسم جدتها. انزين انزين، مع السلامة. تو وفلوسك بيكونن في حسابك. هيوة انا اعرف رقم الحساب واعرف بعد الفرع. انزين مع السلامة. خير ان شاء الله. اسمع، عروض وحسابات ودي مو القضية. هذا المعلم ما يشتغل الا بالنقال، لكن ايش طبوباته قوية وتصيب. وعمتي عقب هذا زين حل خميس عشان يوافق على زواجي من أمل. الو الشفت ريق، الله يهديك. انا على بالي قادم اتصل تعتذر، ما وصلت بعدها. ما وصلت. انت لو تشوف حالتي بس ما تشفق علي، متوتر ومتبهدل وحالتي حاله. والله ما عارف ايش اقولها، قاعد اعيد الكلام 50 مرة. ربنا يسهل. اقول لك هذه كانها وصلت. صار لي فترة واقف قاعد أفكر إيش ممكن أقول لك. خايف تسمعين كلمة وتفسريها غلط. عمر، أنا حاسة إن أنا وياك في نفس العاصفة. أنا تعبان كثير غادة، هما مستعدين يدفعون كل ديوني بدل المحاكم والبهدلة كل يوم. وأنا وعدك أول ما تتصلح أموري وأوضاعي أكيد بنتزوج. صدقيني يا غادة، وأرجوك تعتبرين زواجي من نجاح، مجرد شكل وصورة. لأنهم حابين يكون النسب بينهم، وعلشان فلوس العائلة ما تطلع برا. وهذه فرصة علشان يشترون
أغلى وأثمن المجوهرات وأفخر الفساتين وحفلة في أفخم الفنادق وحضور كبار المطربين كل مظاهر كذابة علشان الناس تتكلم عنهم وعن حفلاتهم وعن مصاريفهم. لا وشهر العسل حول العالم بعد. معقولة؟ معقولة يا عمر تبي تروح شهر عسل حول العالم؟ معقولة؟ لا لا طبعا أنا اعتذرت على طول يا غادة، قلت إني مشغول، بس أنت عارف السبب. أبيك تسامحيني، بس أنا ما قادر أسامح نفسي بالعذاب والألم اللي سببت لك. أنا عارف يا غادة إنك أنت ما لك أي ذنب. مالي؟ أنت بعد ما لك ذنب. صدقني يا عمر، أنا بظل معك في الحلو وفي المر، بس أرجوك أنا لازم أمشي الحين لأني وايد تعبانة. أرجوك خليني أمشي الحين. للدمع حبات للجراح، يا ليل ما يعرف صباح، لو طالت أقصانك شوي أو صار الأحزان جناح. للدمع حبات للجراح، يا ليل صار الأحزان جناح. بقول يكفيني يا حب، يكفيني من هالدنيا قال، وصار هذا الوقت كد يا جرح من وين ابتدي، يا جرح من وين ابتدي. Thank you.
أنا اليوم أسعد أم في الدنيا. تعرف يا ولدي عمر، لو شفت نجاح ما شاء الله عليها طايرة طايرة من الفرح. أحاول أصهر بس أنا ما أعرف، بس أحاول يا ولدي. خالتي لازم ترقصي اليوم. أنا اليوم ما أعرف أقعد، أنا عازمة 500 مدعوة وأقعد؟ لا والله. وأخيرا وقعت يا بطل. المهم يلا خلص بسرعة، الحين الساعة 8:30 والزفة الساعة 10 والمطرب جاهز، وأنا الحين بروح عندكم عازم أصدقائي في القاعة الثانية. يلا خلص بسرعة. يا ريت هذه الفلوس اندفعت لديون رياض. يا ليتني كنت بصحتي. بس يا ولدي يا عدنان، كان سويت بدل الحفلة وحفلتين وثلاث وأربع بولدي. هذا عم حبيبي، وهذيك نجاح بنت أخوي الغالية العزيزة. عمر الهلا في الوالدة، ترى دفعت كثير. يلا يلا بسرعة، ترى تأخرنا. يلا بسرعة لا تتأخرون. ها المهم سمعني زين، أهم شيء تكون إنك مبتسم حتى ولو بتمثيل. أنا تزوجت قبلك، بكرة الحريم بيقولوا العريس كان زعلان ومكشر وكل واحدة بتألف قصة. خليك مبتسم وانت جالس معاها في الفندق، ترى عمتي ما مقصر. 500 حرمة في القاعة جالسين. في المواصيتك ابتسم، لا تكون مثل الصنم، خليك دائما مبتسم. هذا لأن شايلها تمثيل. شوف هاي من بعد الحين. هذا خلي بعدين خلي معك تلفون. المهم خلينا من غادي الحين، البداية صعبة ولكن تتعود بعدين. انت بتخوض تكلم عن المحاضرات. تفضل خليك هناك. خليك يا بنيتي خرجيها شوي، وديها مكان تاكل، من كم يوم ما ذاقت الأكل. أنا قلبي جالس يتقطع، أنا من الأول كنت عارفة النتيجة. هذيلة يحبوا يتسلوا على بنات الناس، ما عندهم رحمة. الله يخليك يا بنيتي. حاضر يا خالتي لا تشيلي هم. يلا يا غدا نطلع، خلينا نروح مكان ناكل، انا جوعانه.
هذول الحين مال الفرقه يدخلوا الفندق هم وطبولهم؟ لا طبعا، لغايه باب الفندق. هذه غادة، رد عليه. شوف بابا البنت قاعدة تصيح، كلمها. Thank you.
الجرح من وين ابتدي تجبرني.